السلام عليكم، تحية للإخوان، تحية للجميع. حنايا طه السكوتي، ديجا جمنهم طه السكوتي، رئيس جمعية السكر الحرة للدراجات النارية بمدينة خريبكة. جمعية اللي دائما حاضرة بحال هاد المواسم هادي، وبالضبط بغينا نحطوا البصمة ديالنا في اليوم العالمي للمرأة بالحضور ديالنا في هذا السباق اللي هو سباق في سميتو النسخة الرابعة ديالو. دونك حنا الجمعيه ديالنا الى سيس توجور لي زيفينمون باغي لو في دونكوراجي لا فام. المراه كيف تنقولوا، المراه راه اختنا، امنا، بنتنا، دونك فيها كل شيء. دونك الراجل بلا مراه ما كاينش. دونك تنثبتوا الحضور ديالنا، تنثبتوا هذه الكلمه ديال المراه هي عماد سميتو بالحضور ديالنا هنايا في هذا السباق هذا. لا الحضور نسوي كاين، دايوغ راه كاين التكريم ديال اول موطارد معانا، حنايا تنتسناوها غادي تجي ان شاء الله، راه كاين التكريم ديالها اليوم. دونك بالنسبه لي مونبغ فيمينين راه عندنا اون 5 مونبغ فيمينين، دونك لي ظروفين ما كان شويه ديال تغيبوا. بالنسبة للجمعية، الجمعية ديالنا تم التأسيس ديالها في 2014، الجمعية اللي كانت بدات تو سكي توريزم، تو سكي اون باسيون ديال لا موتو، اي باغ لا سويت قلنا علاش نديرو ان بو ديال التقنين ديالها، ودرنا جمعية الصقور الحرة للدراجات النارية اللي كانوا الأهداف ديالها بزاف د الحوايج اللي هي اسوسياتيف اكزاكتومون. دونك اون في با مال داكسيون اسوسياتيف لا في المناطق، لا في الجهه هنا، ولا في المدينه، ولا في المناطق المجاوره. العفو، تبارك الله عليك.